كده ادي عندي ثوم وبصل كده، نعصج اللحمة بتاعتي اهو. حاضر يا عيني، انا عيني عيني يا روحي. حاضر، ربنا يحفظك يا بابا. كده حطينا الزبدة مع مكعب مرق مع شوية زعتر اهم، ورق لورو. يا ست فاطمة. ايوه. الو 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 يا فاطمة، ازاي حضرتك؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اموريني يا ست العرايس. لا انا متسلسلم على حضرتك. هنا عندي سمنة سايحة وعندي اللحمة المفرومة بنعصجة اهي، هنزل بيها على البصل. بحط البصل كتير عندي عشان يطعم اللقمة عندي، ما تبقاش لحمة وبس، لا بحس يكون فيها طعم جميل. مين يا فندم؟ مراد؟ مرام؟ كله على مرام. أموري يا قمر. انا مروان. اهلا بيك يا مروان. زعلك شربين. الله يخليك. ولد ولا بنت يا ولا؟ زعلك انت عامل ايه؟ الله يخليك. كده هنا خلاص خدت ملح وفلفل، شويه ملح. ست زينب. ايوه ازيك ست الكل؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. يقعد عليك الايام بخير يا سيدي الكل. ربنا يبارك فيك يا فندم. كده هنا الشوربه دي، وادي شويه الزبده اهم، شويه فلفل، وادي يا عم جمال. كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي واهلي وجيراني المسلمين. بمناسبه المولد النبوي الشريف في بلاد العالم والعالمين، اعاد الله علينا وعلى اهالينا باليمن والخير والبركات طول السنين، الايام اللي فاتت والايام اللي جايين، لان احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف من الاف السنين. بنحتفل بهذه المناسبه السعيده والفرحه ماليه عينينا كبار وصغيرين بحلاوه المولد، جمل وعروسه وبسبوسه وحصان وحمصيه وسمسميه ملونين. اشكرك يا خواجه حبيبي، اخويا اخويا وحبيبي يا عم مصطفى. الو. السلام عليكم يا عم مصطفى. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ امورني يا حاج مصطفى. كنت صحيح خير. تحت امرك يا بابا. اي كنت عايز بس حضرتك يا شيخ على موضوع الكيك بتاع عيد الميلاد. كل حاجه هنعملها ان شاء الله لغايه الديك الرومي كمان، زي ما احنا فرحانين بمولد النبي بنفرح بعياد الميلاد، وبنفرح كل فرحة للشعب المصري. كلنا واحد، كلنا مصريين، بنحب بعض الحمد لله، مسلم ومسيحي. كده ادي نحمد الله ونشكر فضله. ده الرواق بتاعي، ندخله بس الفرن بسرعة عشان نلحق تبقى معانا. ادي شوية الزبدة بتوعي، هتاخد ربع ساعة ان شاء الله وتطلع.